بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موائد لا تعوض. جعل الله عز وجل ليلة القدر سرا من أسراره في هذه الدنيا، ولهذا قال عنها: وما أدراك ما ليلة القدر. فإذا ليلة القدر هي سر من أسرار الله في هذه الدنيا، وقال عنها أيضا: خير من ألف شهر. ألف شهر تعادل 80 سنة، فهذه معدل حياة الإنسان في هذه الدنيا. إذن الأعمال في هذه الليلة تعادل أعمال 80 سنة، أي عمر الإنسان بأكمله. فعظمة هذه الليلة أعظم من حياة الإنسان بأكمله، ولهذا يجب أن نستثمر هذه الليلة بالتضرع إلى الله والدعاء للناس، وبالأخص بالدعاء لصاحب الأمر والزمان. علينا أن نعيش في هذه الليلة حالة من الطمأنينة والثقة بالله وبرحمته، وأن نعيش حالة من السلام الروحي والنفسي، لأن الله يعبر عن هذه الليلة بأنها سلام هي حتى مطلع الفجر. فإذا يجب أن نثق برحمة الله، ولكن طمعنا برحمته وكرمه يجعلنا أن نلح عليه بالمسألة. وأيضا في هذه الليلة تعرض جميع أعمالنا إلى الإمام الزمان، الإمام المهدي صلوات الله عليه. فإذا بالإضافة إلى الدعاء لأنفسنا، علينا أن ندعو لتعجيل فرجه، فإن في فرجه فرج لنا ولجميع المؤمنين. هناك سؤال قد يتبادر إلى أذهاننا جميعا، أنه: ما هي عظمة ليلة القدر؟ وكيف يمكننا أن نحيي هذه الليلة؟ لنستمع سوية إلى الإجابة من ضيف البرنامج. ليلة القدر من الليالي العظيمة، والسر في عظمة هذه الليلة، طبعا هنالك أسرار عديدة، نتحدث عن بعض الأسرار، لا يمكن حصر الأسرار في هذه الليلة. لماذا؟ لأن هذه الليلة حقيقة مرتبطة بعالم التكوين الذي لا يطلع عليه الإنسان البسيط. ولكن من جملة الأسرار في عظمة هذه الليلة، هذه الليلة أخي الصائم مرتبطة بالثقلين. تعلمون لطالما ما أكد القرآن وأكد النبي على الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. الآن نلتفت إلى ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، القرآن الثقل الأول نزل في هذه الليلة، نزل في هذا الشهر المبارك، هذا من باب الثقل الأول. المسألة الأخرى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، على من نزل هذا الكتاب؟ نزل على الثقل الثاني، نزل على النبي صلى الله عليه وآله. فإذا عظمة هذه الليلة مرتبط بالثقلين، الثقل الأول هو الكتاب، هو القرآن الذي نزل في هذه الليلة. المسألة الثانية: على من نزل هذا الكتاب؟ هو على الثقل الآخر. ومن هنا جاءت عظمة هذه الليلة. إضافة إلى ذلك، هنالك ارتباط بغفران الذنوب في هذه الليلة. طبعا الإنسان المؤمن ماذا يريد؟ يريد أن يصل إلى الهدف، الذنب يكون مانع، فرصة في هذه الليلة لغفران الذنوب. لذا أيها الصائم أيها المؤمن، احرص في هذه الليلة أن تكون في جميع الأوقات، أن تكون في جميع الأحوال على العبادة. يعني أما أن تكون حقيقة مصليا، تكون ذاكرا، تكون قارئا للقرآن. لماذا؟ لأن في هذا الشهر وبالخصوص في هذه الليلة حقيقة هي هنالك اختصار للمسافات باعتبار البركة الموجودة. يعني يا من تريد أن تصل إلى الغاية، استغل هذه الليلة بالرجوع إلى الثقلين، الكتاب الذي نزل في هذه الليلة، القيادة التي ينزل عليها الكتاب في هذه الليلة. هنا جهة ارتباط. ارتباط آخر حقيقة، العمل في هذه الليلة بغض النظر عن الأعمال اليومية وما هي الأعمال هذه التي موجودة في كتب الأدعية، ولكن السر واحد من الأسرار، هنالك فرصة لغفران الذنوب.
كل البشرية الآن حقيقة عندما تتذكر المعاصي تصاب بشيء من الحالة النفسية المزعجة، ولكن عندما يجعل حقيقة هذه الليلة هدفا له لغفران الذنوب وللارتباط بالثقلين، بالتالي الإنسان راح يشعر أن في هذه الليلة ومع انتهاء هذه الليلة بدأ إنسانا جديدا يستطيع أن يجد في السير نحو الهدف دون عوائق، فقد انتصر على النفس، انتصر على الشيطان. ومن ينتصر حقيقة على شياطين الجن وشياطين الإنس، بالتالي الطريق الصراط المستقيم يكون له سالك. في هذه الليلة حقيقة الفرصة متوفرة أيها الصائم، يا من تحرص حقيقة على الوصول إلى الهدف، ارتبط في هذه الليلة بعد التوبة بعد الاستغفار، ارتبط بالثقلين: إنا أنزلناه في ليلة القدر وهو الكتاب. وماذا تتنزل الملائكة؟ ماذا؟ على القيادة الإلهية. ومن هنا جاءت عظمة هذه الليلة. مشاهدين الأعزاء، ليلة القدر هي ليلة واحدة تحصل في السنة، فإذا هي في غاية الأهمية. كيف يمكننا أن نستثمر هذه الليلة من أجل الاستغفار وأن نحصل على ثوابها؟ لنستمع سوية إلى الإجابة من ضيف البرنامج. ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ طبعا الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن نحن معلوم أنه خطابات القرآن إلى النبي في أغلبها هي كما قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إياك أعني واسمعي يا جارة. إن الخطاب أيضا موجه لنا، فالقرآن وهو الله سبحانه وتعالى المتكلم يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم ماذا يعقب؟ وما أدراك ما ليلة القدر. أتعرف عظمة ليلة القدر؟ أتعرف مكان ومقام ليلة القدر؟ فالله سبحانه وتعالى يبين لنا هذا الأمر، إنه يجب أن نكون على استعداد لهذه الليلة العظيمة التي هي خير من ألف شهر. أي ليلة كبيرة هذه؟ أي منحة ربانية الله سبحانه وتعالى منحها لعباده وهو الرؤوف الرحيم الودود بخلقه، فتح لهم الأبواب ليقتربوا إليه ويتقربوا بالنوافل بالطاعات، بل بنومهم إن لم يكن في أعمالهم شر وما شابه ذلك. فلذلك جعلنا الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة العظيمة أنه ننتفع من هذه الليلة، أن نستنفر كل طاقاتنا وجهدنا وكل أعمالنا الخيرة، أن نتوجه إلى هذه الليلة العظيمة ونستفيد منها. كانت السيدة الزهراء سلام الله عليها تعمل على أنه الأطفال، أنه في هذه قبل هذه الليلة في نهار مثلا 23، أنه ينامون يأخذون قسطا من النوم حتى يحيون هذه الليلة بالعبادة، لأنها ليلة عظيمة الله شرفها، الله كرمها. ويضاف إلى ذلك إن الله سبحانه وتعالى يقدر بها كل الأمور التي نعيشها في دنيانا من حيث الأرزاق والمناصب والأولاد والطلاق والزواج والموت والمرض وما شابه، كل هذه الأمور الله يقدرها، ولا يقدرها الله سبحانه وهو الحكيم اعتباطا أو مزاجا، وإنما على قدر ما يتقبل ويتوجه هذا العبد إلى الله سبحانه وتعالى تكون هنالك المنحة الإلهية. فإذا كانت آجالنا وأعمالنا وكل تصرفاتنا المستقبلية التي ترسم من بعد سنة، يعني احنا عندما نقول ما هي السنة العبادية التي ترتسم عند الإنسان ويغير فيها مسيرة، ليس واحد محرم ولا واحد من كل سنة ميلادية، وإنما في ليلة القدر تنطلق الأمور التي تكون بداية سنة لنا، السنة التي تتغير فيها أحوالنا إن شاء الله إلى خير بما فتحه الله من رحمته لنا أنه نعمل إليها. ورد في الأثر عن آل البيت عن موسى كليم الله، سأل الله سبحانه وتعالى: يا ربي كيف أتقرب إليك في ليلة القدر؟ هكذا وردت: كيف أتقرب إليك في ليلة القدر؟ قال: تقرب إلى عبادي
كيف يتقرب الإنسان إلى عباده؟ يجاورهم، يتكلم معهم فقط هكذا، وإنما بالإحسان، وأن يكون محضر الإنسان محضر خير، أن يكون في افتقاده وجوده له معنى ومضمون عند الآخرين، أن يكون عاملا للخير متكلما بالخير، وجوده بركة على الناس، ليس كله الشر وكله أذية وكله كلام غيبة وتسقيط وعدم احترام وتجريح بالآخرين، لا لا لا، وإنما الإنسان الذي يتقرب إلى عباد الله، لأنه الخلق كما ورد عن النبي الخاتم، الخلق عيال الله، وأقربهم إلى الله أبرهم بعياله، وقد ورد عن آل بيت يحفظ المرء في ولده، هذا الكلام المجازي بمعنى أنه الخلق عند الله أعزاء، الخلق عند الله لهم مقام، فعليه أنه يتقرب إلى خلق الله بالحسنى. اثنين، قال يا ربي وبما؟ قال بالرحمة. قال بما؟ قال أن ترحم عبادي، أن تكون معهم بسرائهم وضرائهم متعاونا متجانسا متفاهما اجتماعيا طيبا خلوقا. قال ربي وكيف أجتجيز الصراط، أنه كيف أسير على هذا الصراط بخير وبركة؟ قال بالتصدق أو بالصدقة، والصدقة ليس محصورة فقط بالمال والكذا، خب هذا باب عظيم، ولكن الصدقة هذا تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، الإحسان والتبرع بالمال صدقة، أبواب الصدقة عظيمة، فلذلك التصدق في هذه الليلة العظيمة له ما له عند الله جل في علاه. مشاهدين الأعزاء، قد أعد لنا فريق العمل استطلاعاً بخصوص هذه الحلقة، لنذهب ونشاهده سوية. ليالي القدر هي من الليالي العظيمة المباركة، ننتظرها يعني، اللهم يوفقنا ويوفق المؤمنين جميعاً لإحيائها من كل عام، في العشرة الأخيرة، الوتر العشرة الأخيرة من شهر رمضان، تكون في بدايتها يعني هي من فجر اليوم، يعني فجر ليلة القدر ولغاية الليلة، وتبدأ بالأذكار جميعها، بالاستغفار وجميع الأذكار في شهر رمضان المبارك. نسأل الله يعني لنا ولجميع المؤمنين أن يوفقهم لإحياء هذه الليلة من كل عام إن شاء الله. الذكر الحكيم يعني هو سواء كان في ليلة القدر أو في جميع ليالي رمضان أو الأيام العادية، هو هذا الوسيلة أو الواسطة اللي يكون فيها العبد مقرب من رب العالمين. ليالي القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. أنا بدل ما أتعب نفسي 70 سنة أكون توجهي حقيق وأعرف ساعات أوقات استجابة الدعاء، ومن أجمل وأفضل وأبرك أوقات استجابة الدعاء هي ليالي القدر. كان رسول الله في العشرة الأخيرة يشد متاعه، يفارق أهله، يمتنع عن لقاء حتى زوجاته وأصحابه وأحبابه، ويذهب إلى أحد زوايا المسجد يعتكف. يقول هذه العشرة تعادل عبادة 70 سنة من الفضلاء، من العباد، من الزهداء. فليلة القدر لا يعلم قيمتها إلا الله والراسخون في العلم. نحن نعلم أن المحطات الزمانية التي جعلها الله تبارك وتعالى محطة معوضة عن الزمان السابق واللاحق هي ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. في هذه الليلة فيها العطايا وفيها الفيوضات وفيها الأكرومة من قبل الله عز وجل بما لا يحد ولا يحصى، فالإنسان عليه أن لا يفوت مثل هذه المحطة التي قد لا تعود. تكون أعمالنا بليلة القدر تكون يعني نوعية مو كمية، حتى تكون الروح الروحانية العفو تكون عالية جدا، مو مجرد أنه أنا هي مو مسابقة وماراثون، هاي بالنسبة لي وحتى اللي أنا تعلمته هذا، أنه هي مو ماراثون تصلي هواي العفو تقرأ قرآن هواي، لا، يجب أن تكون روحنا مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، حتى لو كانت ربما بس يعني اللهم صل على محمد وعلى محمد بالسبحة أو باللسان، ربما تكون هي نتيجتها تكون فعالة يعني عن تجربة شخصية. مشاهدين الأعزاء،
ليلة القدر هي ليلة كباقي الليالي والأيام بساعاتها وبدقائقها، ولكن ماذا يميز هذه الليلة؟ ما هي علامات ليلة القدر؟ لنستمع سوية إلى الإجابة من ضيف البرنامج. طبعاً التأكيد على هذه الليلة في الروايات في الأحاديث سبب لماذا تتميز، مع أنها بمقدار الساعات في كل يوم، في كل ليلة هي هذه مقدار الساعات، لماذا هذا التميز؟ تعلمون كل البشرية، أنت أيها الصائم أيها المؤمنون، الكل يفكر في المستقبل، الكل يسعى من أجل المستقبل. هذه الليلة كأنما تضع المستقبل أمام الصائم، أمام البشرية. كيف؟ هذه الليلة يقدر فيها ما يجري على الإنسان إلى يوم القيامة، وهكذا في كل ليلة من ليالي القدر في كل سنة من هذه السنين. فما دامت مرتبطة هذه الليلة بالمستقبل، لأنه في الروايات يقدر فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإذا ترتبط بالمستقبل، والإنسان بطبعه يحرص على المستقبل. إذا تتميز هذه الليلة هي الفرصة حقيقة من أجل كسب المستقبل. ولذا علماء الأخلاق حقيقة يجعلون هذه السنة سنة الرأس الأخلاقية، كما إن للمؤمن أيها الصائم، أنت أكيد لديك سنة خمسية، رأس السنة الخمسية. ليلة القدر العلماء والمؤمنون يجعلون هذه الليلة رأس السنة الأخلاقية، بحيث يجلس الإنسان المؤمن في هذه الليلة ويحاسب هذه النفس أخلاقيا، ماذا ازداد على مستوى السلوك الأخلاقي، ما هي الصفة الذميمة التي يجب أن يترك هذه الصفة، وما هي الصفة التي يجب أن يحل هذه الصفة محل الصفة الذميمة. إذن ارتباط هذه الليلة بالمستقبل وبما هو كائن إلى يوم القيامة، ولهذا جاء التأكيد على ماذا؟ على الاشتغال والعبادة والإحياء في هذه الليلة. لذا تجد البرنامج الليلة حقيقة كبير، فيه كم عباد كثير وفيه كيفيات متعددة. ففي هذه الليلة الشارع يؤكد على الكم العبادي، عبادات كثيرة، ويؤكد أيضا على الكيف العبادي، هنالك كيفيات مخصوصة. فالمسلم المؤمن الصائم يحرص على الكم ويحرص على الكيف ويجمع بينهم. لماذا؟ لأنه مرتبط بمستقبل الإنسان، بما هو كائن. لأن ماذا؟ الملائكة تنظر إلى العباد في هذه الليلة، ماذا يصنع العبد؟ فعندما تكتب ما هو كائن، لذا تجدون حتى التأكيد على طلب الحج في هذه الليلة. لماذا والحج لم يحن الوقت للحج، ولكن لماذا؟ لأنه يكتب للمؤمن للصائم ما يدور عليه خلال هذه السنة، ولذا جاء التميز في هذه الليلة. إذن أخي الصائم، هذه الليلة مرتبط بالمستقبل، وأي شيء يرتبط بالمستقبل لابد أن نحرص على هذا الشيء. لماذا؟ لأنه هو الذي يمثل سعادة الإنسان أو شقاء الإنسان. ولذا نجد حقيقة في العبادة وفي الدعاء وفي الذكر جملة من الأعمال حقيقة في هذه الليلة، مرتبطة بصلوات، مرتبطة أذكار، مرتبطة أدعية متنوعة بكيفيات متعددة. ومن هنا أيها الصائم، جد حقيقة واحرص على هذا الكم العبادي، واحرص على هذه الكيفيات، فهو الزاد المستقبلي. أنت حريص على المستقبل، الإنسان بطبعه حريص على المستقبل، المستقبل يحدد في هذه الليلة. فعندما يرتبط بالمستقبل أو ترتبط بالمستقبل هذه الليلة، من هنا جاء التميز، ومن هنا جاء التأكيد على الحرص على هذه الليلة المباركة. مشاهدين الأعزاء، علمنا بأن ليلة القدر هي من أفضل الليالي وأهمها، ولا تحصل إلا مرة واحدة في السنة، فهي في غاية الأهمية. إذن السؤال هو: ما هي أهم وأفضل الأعمال في هذه الليلة؟
لنستمع سوية إلى الإجابة من ضيف البرنامج. مقام ليلة القدر في شهر رمضان هو كالقلب لجسم الإنسان، فكل ما في هذا الشهر العظيم من استغفار وقبول توبة ومن أعمال صالحة ولا ريب قضية الصيام وما شابه وكل العبادات وصلاة الليل وكل أعمال البر والحسنات التي يعملها الإنسان من أول يوم من شهر رمضان الكريم حتى يصل إلى هذه الليلة العظيمة، ليلة 23 من شهر الكريم. في هذا الشهر يكون المنحة، في هذا الشهر يكون التقدير لكل أعمال الإنسان لما بعد شهر رمضان للسنة القادمة لشهر الكريم. فيه تقسم الأرزاق، فيه الآجال، فيه الزواج، فيه الطلاق، فيه الولادات، فيه الوفيات، فيه ما فيه من كل ما يتعلق بالإنسان من كبير وصغير. في هذه الليلة جعلها الله سبحانه وتعالى باباً لكي يتقرب الإنسان إلى ربه، فحين ذاك وعند الوصول إلى الله تكون هنالك العلاقة الحميمية التي أرادها الله سبحانه وتعالى ما بينه وبين عباده، فحين ذاك تفتح لهم خزائن رحمته وهي مفتوحة على طول السنة، ولكن بهذه الليلة تكون الأبواب مفتوحة كما يقال على مصراعيها لننهل منها بأبسط العبادات إن صح فيها القول، لأنه الأعمال فيهم مضاعفة والعبادات فيه مضاعفة آلاف المضاعفة، ليس بعشرة أضعافها وإنما بثلاثين ألف ضعف، فكل عبادة فيها الله سبحانه وتعالى كأنما من حبه لخلقه إنه يتوسل إليهم إنهم يتوصلون إليه في العبادات، فجعل كما ورد عن نبينا الخاتم إنه نومكم فيه عبادة، أنفاسكم وأنتم في حالة النوم ماذا؟ تسبيح، يعني جو ملكوتي، جو الساعات ليس من ساعات الدنيا إنما هي من ساعات الله سبحانه وتعالى. النوم في غير شهر رمضان ما في عبادة، التنفس وغيره هذا الشهيق والزفير عند باقي الشهور ليس فيه عبادة، ولكن من كرم الله وبحبوحة الله لخلقه إنه يكون هذا الأمر عند الناس فيه ماذا؟ أجر عظيم وثواب وقرب إلى الله سبحانه وتعالى لينالوا فيه المفازة العظيمة. فهذه الاستفادة حقيقة علينا أنه نشغل بها كل جوارحنا وكل ما نملك من طاقاتنا المادية والنفسية والاجتماعية والأسرية ونتوجه صوب الله جل في علاه وأن لا نحرم، فالحقيقة كما ورد عن آل البيت الملعون الملعون من حرم ثواب ليلة القدر ومن لم يعطها حقها مما ورد فيها من العبادات العملية والقولية وحتى الأماكنية إن صح التعبير. علينا أن نتوجه إلى هذه الليلة بكل ما فيها من الأجر الجزيل العظيم الذي علينا أن نكون بوعي وقلب خالص، ليس فقط صوم بلا تفقه، ليس فقط عبادة بركوع وسجود بلا تهذيب للنفس، لأنه غاية الصيام غاية الصلاة هو أن نكون على الصراط المستقيم، أن نكون عاملين بالمعروف ناهين عن المنكر ولو على قدر أنفسنا وأهلينا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة، فعلينا أن نكون مستوعبين لهذا. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام إنه كثير من الناس ما لهم من الصلاة إلا الانحناء وما لهم من الصوم إلا الجوع، فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش كما ورد عن مولانا الصادق عليه السلام. فعليه أن يكون الصيام صياما مفهوما على التقرب إلى الله، صياما تعبديا، صياما فيه جوع وعطش، أن يكون نستذكر فيه جوع وعطش يوم القيامة، ذلك اليوم الرهيب، ذلك اليوم المخوف، ذلك اليوم الذي تذهل به كل امرئ
كل شيء كل عبد في ذلك اليوم لكل امرئ شأن يغنيه، يوم يفر المرء من أمه وأخيه، يوم الفزع الأكبر كما يسميه القرآن العظيم. هذا الأمر علينا أن نكون محتاطين فيه، والعاقل من اغتنم يومه لغده، وأن يحضر لنفسه الترويض النفسي والاستعداد النفسي في هذه الليلة وما بعدها وما قبلها إلى ما بعد شهر رمضان. فالغاية ليست الليلة، وإنما الغاية من هذه الليلة بعد كتابة الآجال وما شابه على الإنسان أن يكون قد أخذ خزينا معنويا روحيا يمارس به شؤون الحياة الأخرى ما بعد شهر رمضان في شوال وغير شوال، إنه لديه خزين روحي يجعل هذا الخزين مستفيدا منه على طول السنة حتى شهر رمضان المقبل، فيتزود لهذه الدنيا التي قد نشرت مخالبها، لهذه الدنيا الأمارة بالسوء، والنفس التي تستعظم عن العبادة وتستنكف، عليه أن يروضها لكي تأتي يوم القيامة آمنة، وقبل ذلك أن تكون حياته الدنيا حياة مستقرة وفي ذات الله، والمسير والعروج إلى الله سبحانه وتعالى في كل تصرفاته وسكناته، لأنه هذه هي المأدبة الإلهية. ولا يتخيل منا أحد أنه المأدبة الإلهية طعام، إن الله دعانا للأكل ودعانا للشراب، هذا أمر دنيوي، وإنما المقصود هو التهذيب الروحي والنفسي الذي ينطلق على السلوك، ينطلق بالتصرفات وبالكلام المهذب وببر الوالدين والإحسان إلى الجار وتحمل الأذى والصبر، ولنعلم معرفة يقينية. ورد عن بعض المفسرين أنه ما ورد كلمة صبر في القرآن الكريم إلا وأراد بها الصيام، وقال سبحانه وتعالى مثلا في آية قرآنية يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام: الصبر هاهنا هو الصيام. فنستعيد ونستعين ونعيد إعداداتنا كما يقال، بأنه نحن متصلون مع الله سبحانه وتعالى من خلال شهر رمضان ومن خلال ليلة القدر العظيمة التي لا يحرم منها إلا من كان ملعونا، وأجارنا الله وإياكم أن نكون من الملعونين المحرومين، وأن نكون إن شاء الله تعالى من الذين يذكرون صاحب الأمر إمامنا ومولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. عندما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال في هذا الشهر، فإنه قال: أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. فإنه لم يقل الصلاة والصيام، ولكن قال الورع عن محارم الله، لأننا نعيش في زمان قد أصبح ارتكاب المعاصي من أسهل الأمور، فليس عليك أن تذهب إلى أماكن بعيدة وأن تلتقي بالناس لترتكب المعصية، فأنت جالس في غرفتك لوحدك، وبمجرد أن يكون لديك هاتف يمكنك أن ترتكب الكثير من المعاصي، لأننا نعيش في زمان وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر، أي أن تلتزم بدينك وإيمانك وأن تبقى بعيدا عن المعاصي، فإنك كالماسك بالجمر في يديك. ولهذا نسأل الله بحق محمد وآل محمد وبحق هذا الشهر الفضيل أن يبعدنا عن المعاصي، ويجعلنا من الذين يلتقونه ولا ذنب عليهم. مشاهدين الأعزاء، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، حتى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.